هو لعيبه الكره كتير في الملعب هو بيختارها، فبتحس ان انت دايما والاتحاد السكندري اكيد يعني، فبتحس ان انت بتتفرج على كره ممتعه ما فيهاش قيود، فيها التزام لكن ما فيهاش قيود. اتفضل يا كابتن. والله صح كده فعلا، انا بحاول دايما اقول للعيال يعني عايزين نتمتع، انت لازم تتمتع نفسك وانت بتلعب، اكيد الامر ده مهم قوي يعني. حتى ساعات انا بلعب زون ديفنس وبرجع، وده امر طبعا اكيد ان في فرق ما تقدرش تفتح معاها بشكل كبير، وفي الوقت نفسه بركز على ان احنا لما نقطع الكوره لازم يبقى لينا شكل، ولازم الناس تبقى عندها ثقه في نفسيه يقدر جاي تشتغل بالكوره بشكل كويس، وده انا دايما بكلم فيه الاولاد والحمد لله، وفي اوقات كتير قوي بتنفذ بشكل كويس يعني الحمد لله. طب كابتن مختار، يمكن البدايات بتبقى صعبه على فكره، حتى لو انت بتلعب فرقه زي حرس الحدود طبعا غايب عن الدوري الممتاز، لكن وراجع بشكل انت ما تعرفوش، مش باني على حاجه على اخر لقطه، المشهد اللي فات او السنه اللي فاتت ما تعرفهاش شكلها عامل ازاي، ظروف الماتش كمان ما تخدمكش ممكن، يعني انت الشوط الاول جبت جول بدري، وبعد كده في الدقيقه 66 بيجي ضربه جزاء بيتعادل منها حرس الحدود، عشان تبين اهميه ان المباريات ممكن تبقى مفاجاه بالنسبه لك، مش بس الاسم هو اللي بتلعبه، لا كمان مفاجات واحداث المباراه. والله شوف يا سيد، انت عارف انا في المحاضره النهارده كنت بتكلم على صوت المباراه وخدت شوط كبير جدا كده في صوت المباراه، لدرجه ان انا قلت لعبت كده يا اولاد انا عايز اكسب النهارده، حتى لو كسبت بربع جول بس اخد الثلاثه بونص يعني، عشان اوصل لهم ان الماتش صعب جدا جدا، بس مع الصعوبه ديت لازم نشتغل على ان احنا ان شاء الله 10 دقائق كان عامل زي ما كان زمان الدوري بتاع الجامعات وبتاع يحسبوا ربع جول، وهو ده اللي يكسب كورنر. النهارده الكلام ده يعني انت عايز تاخد البدايه بس، تاخد الثلاث نقاط وبعد كده طبعا ده مهم جدا. اتفضل يا كابتن شريف. جدا تدي دافع وتدي ثقه. كابتن شريف عايز يقول لحضرتك حاجه، اتفضل. كابتن انت كنت عامل ازاي اخر 10 دقائق؟ انا كنت قاعد اتفرج عليك اخر 10 دقائق، الكوره بصراحه هجمه هنا وهجمه هنا، كانت من احلى 10 دقائق في المباراه كلها الحقيقه. حالتك كانت عامله ازاي بقى؟ كنت حاسس انك هتكسب؟ ويعني الكره اللي راحت للراجل ويليام ده الحقيقه ترجمها بشكل غير عادي، ويعتبر من اجمل اهداف الدوري اللي احنا هنشوفه. الراجل وانت شايفه ان هو كان محتاج ناقص اعداد ولا ايه؟ يعني ده لعيب شكله تقيل قوي يا كابتن. لا لعيب كويس، وانا في الفترات اللي فاتت حتى في الماتشات الاخرانيه بتاعتي احمد بلال وهو ادوا اداء احمد ما شاء الله، بفكر في احمد الولا رجب وهو بيادوا اداء هايل جدا جدا، عشان كده يمكن انا كنت الاول ابتديت بويليام وفي الماتشات الاولانيه، وبعدين لقيت رجب كمان حالته كويسه قوي خصوصا كمان على الجون، فدي خلت ان انا يبقى الاثنين معايا كان هم يعني واحد، وديت الحمد لله قدرت استغلها، ان احمد بلال اشتغلنا بيه في الوقت اللي هو قادم فيه وسجل لنا جون، وفي الوقت نفسه لما لقيت نفسي انزنقت شويه والحته الهجوميه قلت شويه دفعت بويليام، وانا كان عندي ثقه فيه كبير جدا ان هو يقدر يسحب لي الفرقه ويعمل لي نقله بشكل كويس قوي، وكان عندي امل ان انا يعني اجيب جون، والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى وفقنا وقدرنا نجيب جون، وزي ما انا بقول لك ان انا حتى في المحاضره كنت بكلم لعيبتي اكسب الماتش دوت حتى لو بربع جون بس اطلع بثلاثه بونص. الف مبروك يا كابتن. كان في توفيق. مبروك. وده يبين برضو يعني مدير فني بيتابع كابتن شريف كابتن بلال، يعني الصفقات اللي هو جابها النهارده هم صفقتين صفقتين هم اللي جابوا الجوال، محمد رجب وويليام، الاثنين جداد، ناس بتشتغل، الاثنين جداد. كابتن مختار عينه كويسه جدا على اللعيبه كابتن سيد، هو بيحب الناحيه المهاريه بشكل كبير. الناحيه الثانيه من افضل المدربين اللي بتعمل البدايات، بتجيد البدايات، من افضل المدربين في مصر الفتره اللي فاتت دي كلها، اللي بيبتدي كويس قوي، بيبتدي كويس جدا في الموسم، بيحضر كويس قوي، اللعيبه بيعدها لياقيا بشكل كويس جدا، فده من افضل الفرق. يعني احنا لو نتذكر ونفتكر قبل كده مع بتروجيت كان كابتن مختار مختار يعني دايما بيبقى من اول الدوري، بيمشي اول الدوري اول راوند، يعني بيبقى اول السيزون بيبقى ماشي الاول بشكل كبير، وبيأدي وبيعمل ماتشات كويسه قوي مع الاهلي ومع الزمالك ومع فرق كتير جدا. كورته بتتميز بالهجوميه، ما بيحبش مش عايز اقول ما بيحبش يدافع، لا بيتابع بشكل كويس جدا، ولكن هو هجومي اكتر باللعب طبعا. يعني اقول لك حاجه، هو اميز ما في انه بيقرا الخصم كويس قوي طبعا، مش سهل كابتن مختار، انت مش سهل خالص طبعا، مش سهل كويس قوي، وبيعد العده لاي فرقه بيلعبها كويس. كابتن مختار تختارنا مولى يا اولاد كده يا اولاد، كفايه قوي. لا انا اقول لك بس احنا قاعدين نمدح، لا استنى بس، هو مش سهل خلي بالك، بس هو مش سهل خالص. ده كابتن مختار مره كان عازمنا مش سهل خالص هو، فعمال يقول لك الجمبري لا البوري يا اولاد جامد جدا، البوري جامد جدا، البوري جامد جدا، ما احنا بنحب الدنيس، فبنقول له قال لك لا، قال لك ما انت لما هتقول له البوري هياكل بوري، انا عايز اكل الجمبري، الناس كلها هتاكل البوري.
ورايح للجمبري. كابتن مختار الف مبروك وتحياتي ليك وبالتوفيق دايما. شكرا جزيلا لحضرتك حبيبي، ربنا يخليك. شكرا جزيلا. اتفضل يا كابتن شريف. كمل اتفضل يا كابتن. بنتكلم على ماتشات النهارده طبعا. فكان التوفيق كله كابتن مختار. الحقيقه في نهايه مثيره جدا، انا بحيي حرس الحدود على انه عامل اوبن جيم وبيلعب رايح جاي الماتش. احمد سليمان برضو نفس الفكره، نفس الفكر ونفس الشكل وقوه. انت لما تبقى بتلعب ب 5-4-1 بفرقه